بمناسبات الميدان المناخي، بمناسبه عيد المسيرة الخضراء، نظمت اتحاد جمعيات سيدي جابر بشراكه مع المجلس القروي لسيدي جابر، مهرجان الثقافي الثاني لسيدي جابر تحت شعار لنساهم جميعا في التنميه المحليه، ايام 4 5 6 نوفمبر. هذا برنامج هذا المهرجان اشتمل على مجموعه من الانشطه التي كانت متنوعه ومختلفه في جميع الميادين، بحيث همت المجال الرياضي الذي اشتمل على سباق في العدو الريفي 3 فئات، كذلك ستكون هناك مسابقة في أو دوري في الكرة الحديدية هذا المساء ابتداء من الساعة 3 إن شاء الله. في المجال الثقافي كانت هناك مسابقة ثقافية بين جميع المدارس التابعة للجماعة وهي 6 مدارس. بالإضافة إلى هذا كانت هناك معرض للمنتجات المحلية وكذلك الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية كذلك. بالإضافة إلى هذا لم ننسى المجال في المجال الثقافي كذلك مجال مسابقة ولا فوريدا. المهم أن هذا البرنامج الذي كان التجربة الأولى للاتحاد كان ناجحا بجميع المقاييس. في الأخير أشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا العرس الثقافي والرياضي في سيدي جابر، وأخص بالذكر أعضاء مكتب اتحاد جمعيات سيدي جابر، كذلك جميع الجمعيات المنضوية تحت هذا الاتحاد. أشكر كذلك المجلس القروي في شخص الرئيس وكذلك في أعضاء في شخص بعض أعضاء ديال المجلس، وأخص بالذكر العرفاوي ناطق وحجي، وكذلك للسلطة المحلية في شخص القائد، وكذلك المقدمين والشيوخ الذين قاموا بدور كبير في إنجاح هذا البرنامج المهرجان، كذلك دون أن أنسى الوقاية المدنية، الدرك الملكي، وكذلك الساكنة ديال سيدي جابر التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح هذا المهرجان أو هذا العرس الثقافي. وشكرا لكم.